بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. إن شاء الله النهاردة إحنا موجودين في شارع فرنسا. إحنا جينا صورنا قبل كده عند محل الشبراوي، الشبراوي من 1950، هم في المنتجات بتاعتهم. بصراحة إحنا دلوقتي في شارع فرنسا عند بتوع الذهب، في وشه على طول فضيات خان فرنسا وعبد السلام محمد داوود، وفي جنبه كمان محل عبد السلام. هندخل بقى الشبراوي ان شاء الله، في حاجات كتير نزلت، نزل عليها خصم، في حاجات جديده جت، فدلوقتي نتوكل بقى على بركه الله وندخل. بس قبل ما ندخل بقى يا ريت اللايك والاشتراك في القناه. نبتدي على بركه الله، نبتدي على بركه الله. عايزه اقول لكم ان يوميا الشارع هنا بيتعقم يا جماعه، عشان برضو انتوا عارفين ربنا يا رب يبعد عننا اي حاجه. والمحل كمان دلوقتي انا هدخل ونشوف الحاجات اللي يعني ادوات التعقيم بتاعته ايه وامتى وكل حاجه. تعالوا كده ندخل مع بعض. بصوا يا جماعه، عشان اللي بقى جاي برده ما بقاش خايف من حاجه، كل الحاجات دي للتعقيم. كل سنه طيبين. احنا طبعا هنا محل الشبراوي او احفاد الشبراوي من سنه 1950، من اقدم الناس في شارع فرنسا نهوت، واحنا في شارع فرنسا العمومي. الشارع يوميا ما شاء الله، نشكره طبعا القوات المسلحه، طبعا الجيش، طبعا والبحريه، بيجوا يعقموا الشارع عندنا يوميا. ما شاء الله. ايوه كده، والمحل صح. عندنا احنا بنعقموه كل معدل نص ساعه. حضرتك بتعقم بدقيقه؟ بص طبعا جميع البضائع اللي عندنا في المحل بتتعقم اهي دهوت، تعقيم كامل، البخاخ موجود. وبعد كده الزبون لما بيدخل او لازم نتفضل له كده اهوت، مثلا كده اهوت. انا اول واحده اهو. وبعد كده اهوت او ده كحول يا جماعه، ده كحول مركز عشان التعقيم قبل ما يخش المحل. صح عشان كده، عشان طبعا المحل بيبقى زحمه، فما تزداد طبعا احنا بنخاف على الناس وبنخاف على نفسنا. وده بقى وبعد كده هو طالع بقى التحيه بتاعتنا. ايوه، ثلاث خمسات اللي الناس مش لاقياها اصلا. ثلاث خمسات دي بتاعت الشبغوش طبعا، يعني فيها نسبه الكحول عاليه جدا. يعني المحل فيه يعني تعقيم مع الشارع كمان. دي اول حاجه، يعني قبل ما نقول لهم، قبل ما نقول الاسعار او قبل ما نقول اي حاجه، دي البدايه لازم. تمام، هنبتدي بقى بالمصاحف. المصاحف طبعا الملونه. طبعا بصوا يا جماعه، المصاحف بقى عشان رمضان، دي المصاحف الملونه. ده المقاس ده كان المفروض سعره 35، تمام، نزل 25، تمام. ده المقاس ده، والمقاس في الوانه بقى يا جماعه. طبعا. وفي المقاس ده كان سعره 40، نزل ل 30، تمام. احنا بنشجع الشباب بقى ومشجع الناس، عشان طبعا عايزين نختم المصحف كذا مره باذن الله ان شاء الله في رمضان. يا رب يا رب. وبعد كده بقى دي بقى مفاجاه جميله برضه. بصوا بقى، دي سجاده للصلاه كده، نحطها في الشنطه او في جيبي في اي حته، سمعت الاذان ممكن نفردها في اي حته ونصلي. هي شكلها ايه يا حاج من جوه؟ مصليه بتتفتح كده، هي مشمع يعني. هي مشمع؟ هي حاجه بسيطه يعني، تمام، وتبقى يعني في الشنطه يعني. بالظبط. وفي طبعا مقاس برضك ده، دي كلها مصاحف من جوه، مصاحف ملونه، كل جزء بلون، وفي نفس الوقت عليها ختم الازهر في اخر صفحه. عشان في منها حاجات مش معتمده. أيوة في السوق دي يعني. معتمده، دي طبعا اخر صفحه عليها ختم الازهر، من معترف فيها ومعتمده، تمام. ودي سعر المقاس ده عامل 15 جنيه، ايوه، بدل 20 يعني، تمام تمام. في طبعا الشمعه الالكترونيه طبعا، دي اللي بتحط في الفانوس، دي بتحط في الفوانيس اللي هي الفورجيه اللي هي المعدن. ايوه، هنشوف دلوقتي الفوانيس الفورجيه. الاثنين ب 15 جنيه، تمام، الاثنين ب 15 جنيه. كمان السبحه الالكترونيه دي، وطبعا احنا عندنا الموديل ده اللي هو الاصلي، عشان للاسف في اصناف برضك تقليدات مضروبة في السوق. بالظبط كده، احنا عاملين عليها عقد الثلاثه ب 20 جنيه. ثلاثه ب 20؟ يعني بمعدل الواحده ب 6 جنيه ونص تقريبا. ده حلو العرض ده برضه، عشان الناس تكتر من الاستغفار. طبعا. وفي طبعا بقى في فوانيس صغيره انا شايفاها، ايه ده؟ ده بقى دي الفوانيس بقى، دي الفورجيه طبعا، دي كل المجموعه دي بقى وصلت. ايوه، عشان فرجنا بقى طبعا حاجة. كان في اشكال بسيطه جدا. ايوه، كنا لسه بقى مهلش علينا يعني ايه الشهر الكريم. لا طبعا في اشكال هنا في الصف ده والصف ده والصف ده كده اهوت، تمام. كل دي اشكال كلها. تعال نشوف هنبتدي بقى من الموديلات دي. دي الصاج يا حاج ولا الفورجيه؟ دي معدن، دي معدن، دي اللي هي المعدن دي. يعني دي اصلا بتبقى معدن، اللي احنا بنسموها فوانيس الكبار، تمام. يعني لما يجي الزبون يقول لي عايز فوانيس للكبار ولا الصغيرين، دي فوانيس الكبار، تمام. بتاخديها طبعا وتحطي فيها الشمعه الالكترونيه دي جوه منها. ايوه، بيبقى شكلها جميل جدا طبعا، وهي منوره كده بيتفتح بقى الباب بتاعها وكده. طبعا اشكال حلوه جدا. بكام ده يا حاج بقى؟ يعني مثلا المقاس ده كده اهوت عامل 135، 135 في منه اشكال، وفي بص ده كمان الخشب، وفي كده ب 125. ده بتاع زمان برضو. كل دي اشكال بتاعت زمان، تمام. واللي جنبه ده النبيتي ده مثلا 125، ايوه، في 120، ايوه، بتاع ايكيا. في كده اهوت الذهبي ده عامل 130، ايوه، والرز اللي بعد منه الرز ده عامل 100،
وفي كده عامل 100 الصغنن ده، وفي عامل 65، وفي بقى الاشكال دي جديده برضو، دي ب 65 اهي. ده الشكل بتاع السنه دي، ده جديد. دي حاجات جديده. وفي دي جايه معاه الشمعه هديه، عامل 70، عامل 70 صغنن. ما في موديلات بتيجي معاه الشمعه هديه. وفي موديلات لا، وفي موديلات لا، في برضو موديلات تانية فوق اهي انا شايفاها. وفي طبعا الموديل ده اللي احنا منفردين بيه من اول الموسم، اللي هو ب 150 لغايه لغايه يومنا هذا. في موديلين هما لغايه يومنا هذا برضك، احنا ماشيين برضك بنفس العرض ده. تمام. وفي طبعا ده اول مره ينزل السنه دي. ايوه. معدن وفي نفس الوقت خياميه. خياميه ومعدن ده بكام ده؟ ده عامل 100 والكبير بتاعه 110. تمام. وفي منه الالوان كمان لو انت عايزين الوان. كل موديل فيه الالوان بتاعته. تمام. على فكره الحاجات نزل عليها خصم يا جماعه، الحاجات نزل عليها خصم كبير. طبعا دلوقتي فروع النور مثلا، كل الفروع النور دي برضك نزل عليها خصم. تمام. كل الفروع اللي كانت ب 25 جنيه بقت ب 20. تمام. واللي كانت ب 35 بقت ب 30. والفرع اللي هو ال 10 متر الفرع اللي هو ال 10 متر ايوه، اللي هو الاثنين فيشه. أيوة. وده الاصلي. و 100 لمبه بالظبط. ايوه. ده نزل من 50 ل 40. تمام. برضك احنا بنحاول نشجع الناس يعني. والحاجات دي حاجة. والفروع وبرضك في منها طبعا الوان ثابته، في الوان ثابته، في منها الوان متحركه، في بتتحرك يعني. ايوه. دي مثلا يعني اهي، دي في منها الابيض وفي الازرق وفي الاخضر وفي الروز وفي البامبي. تمام. وفي التلجي. الحاجات دي بقى نشوف الحاجات الفروع دي. الاشكال بقى زي ما قلنا، دي كانت ب 25 بقت كلها ب 20. تمام. ادي نزل عليها خصم يا جماعه. والحاجات بقى ودي يا حاج بقى، مسحراتي كان سعره 90 و100. أيوة. بقى كل الاصناف دلوقتي عامله 80 جنيه. اي مسحرات 80. كل المسحرات عامل 80. تمام. الاشكال بوجي بقى والحاجات الحلوه دي. ودي كده اهوت. ودي الاستيكر. الاستيكر ده عامل 5 جنيه. 5 جنيه عامل 5 جنيه. تمام. ده الاستيكر ده بتاع بوجي وطمطم. ايوه. وقف ده 5. ماشي. عايزه افرجكم على الاشكال اللي هي موجوده هنا برضو. دي كلها حاجات، بصوا في اهي، في مثلا حاجات زي كده. دي برضو اشكال جديده. هنشوف دلوقتي طبعا الاشكال. وفي حاجات اهي، في مثلا اللي هي المثلثات دي، وفي الحاجات دي. في بقى بفتح 6:30. على فكرة يا جماعة المحل هنا بيفتح من أول 6:30، عشان لو عايزين تيجوا بدري تفضل الحاج قول. أيوة. احنا هنا يوميا المحل بيفتح من 6:30 صباحا لغاية 4:30. تمام. طبعاً عشان لو حد عايز يجي بدري. طبعا كل ما يجي بدري طبعا كل ما المحل يبقى فاضي، وكل أيوة ما تعرفوا الفرصة أحسن. أيوة صح. ويشوفوا أحسن والمحل ما تزحمش يعني. ويبقى أفضل يعني. تمام. يعني 7:30 احنا بنقفش المحل، يعني ممكن اللي يبدأ يجي يتشرف مثلا من 7:30 كده اهو. بإذن الله. إن شاء الله يعني. في بقى حاجات كتير. لا والله بصوا بقى الجمال. الحاجات دي بقى اسعارها برضو ما كناش شايفينها المره اللي فاتت دي. لا ما كل الحاجات طبعا دي ايه، حاجات كل يوم في جديد بيجي لنا طبعا. دي بقى كلها فروع كده اهوت. ايوه. بتتفتح بتبقى عباره عن 5 متر. تمام. وطبعا احنا معلقين منها بدل جوه. ماشي. في منها كده دي. دي اشكال بوجي وطمطم كده اهوت. وفطوطه. وفطوطه. وفي الفروع دي برضك كده برضك. دي كده اهوت. حلوه برضه دي بكام يعني؟ وفي كده اي فرع من ده 5 متر ب 15 جنيه. 15 جنيه اي بس حاجه. بس طبعا انا عايز اقول على حاجه، عشان في السوق للاسف في اشكال زي كده اهوت. تمام. بتتباع ب 10 بس مش كرتون. بتبقى عباره عن ورق. ورق ده احسن طبعا. دي مجامه بتعلق الورق دي، ما مش متحمل طبعا. انا شغلي كله بنجيب حاجات صح. ده كل ده كرتون. وفي بقى ايه ده بقى، ده جليتر ده ولا ايه ده؟ بص ده بص انا بكمل لك بس بقى الاشكال. في ده برضك فرع اهو كده شكل اهو. وفي برضك شكل كده اهوت. اي حاجه فيهم ب 15 يا جماعه. وفي برضك ده كده اهوت الشكل ده. أيوة. كده اهو ده. وفي ده برضك شكل فوانيس شخصيات برضك. ايوه جميل قوي. جميل جدا ده برضك. وفي ده برضك في شكل بص الاشكال جميله ازاي كلها. رمضان كريم. وفي التابلو ده، ده تابلو صح ده بقى، دي علاقه بتتعلق. هنوريها لك جوه شكلها عامله زاويه مفتوحه. ماشي. ودي علاقه ودي علاقه. لازم تشوفيهم جوه مفتوحين. حاضر. عشان تشوفيهم. حاضر. وفي الفرع كده القماش ده، ده برضو قماش 5 متر ده. كان ب 15 نزل عليه عرض بقى ب 10 بس. تمام. والفرع ده 5 متر ب 10. تمام. وفي 5 متر بس كثيف كده اهوت اللي هو بنسموه التقيل ده ب 15. ماشي. وفي فرع فوانيس كده اهوت اللي هو الجليتر ده الفوم ده. ده كان ب 20 ونزل عليه عرض بقى ب 15. تمام. في الفرع ده برضك ده اشكال تانية بقى. ده بيبقى عباره عن 16 شكل. ده وليزر فوانيس وحاجات. ده 5 متر ب 15 جنيه. جميل قوي جميل قوي.
نروح بقى للفوانيس اللي هناك. وفي العلاقه دي، دي علاقات برضك نزل عليها عقد خاص اهي، اهي اللي هي متعلقه. أيوة. دي كانت ب 25 بقت 20، كل حاجه نازل عليها خصم. معظم البضاعه نزلنا خصومات، عشان طبعا احنا عارفين الظروف بتاعت الناس عامله ايه. طبعاً. يعني احنا اصلا محل بيبيع اصلا باسعار الجمله. ايوه، وكمان منزل والاسعار بتاعتي دي احنا للموسم الرابع ماشيين بنفس الاسعار. ربنا يبارك لكم يا رب. الحمد لله رب العالمين، ربنا مبارك. ويعني احنا بنحاول برضك نزق مع الناس، احنا من الناس اصلا طبعا. يعني حاجة. شوفي برضك الحاجات دي، دول برضو الحاجات دي برضو بقت بكام؟ وكلها بتنور. يعني دي كانت ب 180، بقت ب 160، بقت ب 160 وبتنور يا جماعه. وطبعا الاضاءه دي عليها جايه هديه. مش بنحاسبك عليها. تمام. كان عربيه الفول وعربيه الترمس، وفي عربيه كبيره برضك اتهوت كانت ب 220، بقت ب 180. بقت 180. تمام. تعالوا بقى شوفوا الكعبه. الكعبه بقى كانت مش موجوده برضو. دي مش موجوده اصلا. دي نزلت على طول عليها عقد خاص، بقت ب 150. 150 يا جماعه. دي الكعبه بقى لو عايزين تحطوا برضو شكل زي ده، الباب بتاع الكعبه اهي ب 150. دي بمجرد ما بتشيل النايلون ده طبعا بتبان بقى اللون بتاعها الجميل. طبعا اسود في ذهبي كده، يعني عشان بقى الناس اتحرمت بقى السنه دي بقى من الكعبه، يبقى يحطوها في البيت كده اهوت بقى ايه. أيوة. عشان وفي الفوانيس الكبيره برده. ده بقى المقاس ده اللي قلنا مش مكانش موجود. ايوه، مقاس رقم 5 وده مقاس رقم 6. دول اكبر حاجه. بكام يا حاج ده؟ يعني ده مثلا عامل سعره 100 جنيه. تمام. واللي جنبه ده 125. تمام. يعني ده كبير. يعني 125 تقريبا، ده طوله حوالي بتاع متر وربع تقريبا، يعني تمام. او متر ونص. دي الفوانيس اللي هي الكبيره. تعالوا بقى نشوف الفوانيس بتاعه الاطفال. لسه الترابيع والخدديات. بصوا طبعا دي برضك نزل عليها عقد خاص. ايوه طبعا، احنا عاملينها غير اللي في السوق. طبعا عاملينها بسوسته عشان تعرفي تخلعيها بالظبط، عشان تاخديها فاضيه وتعبي اللي عندك في البيت. ايوه طبعا. دي كان سعرها 25 جنيه، نزلناها 20 جنيه بس. بقت ب 20. بصوا اشكالها. وطبعا شغلنا كله قطنيات. احنا بنشتغل مع المصنع الاصلي بيعمل الحاجات دي. اغسلي فيها زي ما انت عايزه، اللون بتاعها ده كل ما تغسليها هتتحسن. أيوة. بس ابعدي عن الكولور وابعدي عن الغساله الاوتوماتيك. تمام. يعني شويه ميه كده باي مسحوق كده بسيط. وطبعا في منها اشكال برضك. بصوا اشكالها حلوه قوي. وكل شغلنا طبعا فرنشه وسوسته. دلع يا وبرضك نفس الثمن برضك. في اشكال كتير جدا منها اهي، اشكالها حلوه خالص. تعالوا بقى نشوف دلوقتي ايه الفوانيس. صح كده. والمفارش برضك، عشان والمفارش نزلت عليها، بقت من 45 بقت 35 بس. دي طبعا هو المفروض العرض ده كان هينتهي في 1 رجب. ايوه، يعني من 1 رجب كان هيبقى سعرها 45 جنيه. تمام. بس احنا طولنا الناس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لغايه تلت السحور باذن الله هيبقى سعرها 35 جنيه. يا رب يا رب. وطبعا ده عندنا المصنع الاصلي. ايوه ده تمام. المصنع الاصلي اهو اشكاله ياما. تمام. ده الالوان بتاعه طبعا كتير جدا، في منه خياميات وفي منه اشكال بقى. في منه خياميات كده اهوت، وفي منه اشكال. اشكال. تمام. وده طبعا المصنع الاصلي، عشان للاسف برضك في اصناف تقليد في السوق كتير جدا. مجرد ما تحطيها وهتعملي ايدك كده على الشكل بيضيع المعالم بتاعته. ايوه فعلا. حط في الميه بس تطلع بتلاقيها. لكن ده المصنع الاصلي انا عندي في البيت بقاله 3 سنين ما شاء الله، ونفسي صراحه نرميه ونجيب جديد عشان نجدد، مش بلاقيه زي ما هو سليم. في بقى فوانيس الاطفال كمان اهي الحلوه دي. ولا ده دي بتقول في التنوره طبعا. دي في التنوره كمان. دي بتنور وبتلف. اهي بتلف وبتنور اهي، النور بتاعها من تحت اهو، وهو كمان اهو. دي كمان عروسه. دي بقى اتنين اسطوانه. اسطوانه بتقول ايه بقى؟ دي بتتك على اليمين كده بتغني رمضان وتنور. والناحيه دي كده بتغني اجنبي كده اهوت وبتنور. الناحيه الثانيه اتك عليها هتغني اغاني رمضان لما تسكت. يعني اتنين اسطوانه بحيث ممكن تمشي في ايام رمضان وتمشي في ايام العاديه. في الايام العاديه. دي بكام؟ دي عامله 135. 135 بتغني رمضان بتغني اجنبي الاثنين. وفي طمطم المستورد طبعا المقاس ده. طمطم اهي. دي كانت سعرها 150 جنيه. ايوه. هنزل لك واحده برضه كده تشوفيها. طمطم المستورده. دي طمطم بقى المستورده. بتغني وبتنور. دي بكام طمطومه؟ دي كان سعرها 125 نزلت ل 95. ب 95. دي المستورده المقاس ده طبعا. ايوه المقاس ده. طبعا في المحلات القطاعي بقى بيبقى لغايه يومنا هذا ب 175 جنيه. تمام. لكن احنا عندنا كنا سعر الجمله 125 نزلت ل 95. ماشي. ربنا يبارك في حضرتك.
احنا عايزين نشجع الناس يعني طبعا عشان الناس تفرح شويه بقى. بالظبط كده اهوت. تعالوا بقى شوفوا حاجات الاطفال برضو الفوانيس اللي هي طبعا اللي... وهرجع اقول برضك تابلت المسحراتي طبعا من الحاجات جديدة. المهمه أيوة. والناس طبعا جم اخدوها وبكميات يعني عشان طبعا دي من الحاجات المهمه. ايوه دي برضو حاجه حلوه يعني. وبعد كده بقى هنا بقى القسم بقى ده اللي هو الفوانيس بتاعت الاطفال. تعالوا بقى شوفوا الفوانيس واسعارها بتاعت الاطفال. انا عايز بدك اطمن الناس بان الفوانيس طبعا دي في منها جزء صيني وفي جزء منها صناعه مصر. تمام. طبعا الصيني ده موجود في البلاد من 6 شهور يعني قبل ما يحصل حاجه قبل يعني. ما يحصل حاجه عشان اطمن الناس يعني. ايوه ده مثلا بكام ده كده عامل 70 ده 70 اهو على ديزني وبينور وبيقول حلو يا حلو. في كده مثلا صنع بلادنا جميل جدا ده مصري جميل 40 جنيه 40 وده برضك صنع بلادنا برضك اهو وعاملينه مفتاحين مفتاح ده بينور بس مش عارف هيبان النور دلوقتي عشان احنا بالنهار مش باين النور عشان بالنهار عشان احنا بالنهار. ده بكام ده؟ ده على ساعه 50 ده ليه حق. وطبعا في منه الوان يا جماعه تعالوا بقى بصوا وطبعا اشكال بقى كتيره جدا بتاعت بقى العرايس بقى اللي بتاعت العرايس بقى في اشكال كتيره جدا مثلا ميني دي بكام؟ دي عامله 75 75 دي عامله 90 وفي دي عروسه اسمها ماشا ماشا دي عامله 90 90 برضه كل الفوانيس دي ماشا بتمشي اهي تعالي يا حبيبي طبعا كل الفوانيس دي اتشال من سعرها 10 جنيه تمام ودي يعني شخصيه اسمها لول كانت ب 90 بقت ب 80 كانت 90 بقت ب 80 اهي يعني كل الفوانيس نزلت 10 جنيه تمام سعرها تمام احنا بنحاول نشجع الناس عشان ان شاء الله يحتفلوا برمضان برضه وينسوا اللي احنا فيه ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله دي طمطم دي طمطم طمطم معروفه يعني دي سعرها 70 جنيه في بقى الفوانيس دي وفي كده ميكي ميكي اهو ده عامل 85 برضه ده بيفتح كده زي التورتاية والله بيفتح وبيقفل وفي منه مدى المميكي في صوفيا أيوة. ايوه وفي كمان لو مركب برضو وفي منه فروزن اهي فروزن اهي فروزن خليها ماشي والفوانيس وفي بقى دول برضك بيبقوا كذا شخصيه برضك تمام نوري لك برضك واحده منهم كده اهوت اهي برضو طبعا دي محتاجه بقى شويه ضلمه تبان بس بتنور كمان دي بكام لحد دي عامله 85 85 تمام في ده برضو عامل 65 بس ميك تعالوا بقى للفوانيس الصغيره بقى دي الميداليه كانت الواحده بخمسة ايوه نزل عليها عرض يبقى الثلاثه عاملين 10 الثلاثه ب 10 هدايا بقى دي بالظبط وفي كده اهوت دي بتنور تخبطيه كده بينور عامل 5 جنيه 5 جنيه الواحد تمام وفي كده اهوت كان ده ب 10 جنيه نزل عليه عرض بقى الاثنين ب 15 7 ونص يعني الواحد تمام وده بقى طبعا ده بينور نزل من 10 جنيه من 15 جنيه بقى ب 10 جنيه ده بينور في منه الفضي في منه الذهبي اهو وفي الخشب بقى كمان ده كده بينور ده كان ساعه 15 بقى ساعه 10 تمام وفي ده خشب فيه هنشوف بتزيد كده في ينور ده ساعه 15 ده 15 قلنا الميداليات قلنا كل حاجه في وفي بقى خشب كده اهوت ده برضه للاطفال كل ده للاطفال برضه بيغني وفي كده برضك تمام وفي كده تمام اي واحد من الاربعه دولت 35 تمام 65 وده 65 تمام واللي هي في طبعا كل واحد منهم في الوان موجوده في الوان والصاج يا حاج الصاج طبعا ده من اهم الحاجه عشان ده اللي بيحسس بقى ببهجه رمضان ده الاصلي بقى طبعا ده الاصلي ده عامل 35 ده 35 جميل قوي ده بينور طبعا كان المفروض طبعا زمان كان بينور بشمعه لكن دلوقتي احنا بنقلبه لايه لاباجوره وتحطيه في البيت كده ينور في البيت يبقى شكله جميل جدا تمام في لمبه جوه يعني ولا لا احنا طبعا اللي بيعوز بيحوله بنوديه له الكهربائي بتاعنا يعني وبيستلمه وهو واقف في الحال يعني ادي بص عايزه افرجكم الفروع اللي هي كانت موجوده اللي شفناها مع بعض وبوجي وقصدي وطمطم وكل الفوانيس اللي احنا شايفينها دي طبعا بهجه رمضان وحلاوه رمضان
ربنا يا رب يعيده علينا بالخير يا رب واليمن والبركات. وفي كمان واحد اهو، ده بقى اسمه الموديل ده ابو باب اللي هو موديل الملك فاروق. ايوه ده عامل سعره 60 جنيه. ما شاء الله جميل قوي. تمام، في حاجات تانية نزلت على فكرة التخفيضات. العيشات دي كل العيشات اللي كانت ب 20 جنيه بقت ب 15 جنيه. تمام، كلها بجميع كلها يعني. كلها بقت ب 15 جنيه. تمام. الاستيكر ده الخمسة متر كان سعره 40 جنيه. ايوه بقى سعره 35. تمام، خمسة متر. الاستيكر ده اللي ما كانش في حد متابعنا قبل كده ده بيتحط على التلاجة على الغسالة على البوتاجاز، ممكن احطه على الازاز. أيوة. ممكن احطه على خشب، اي حاجه، عمود عندي في البيت ممكن نعمله عليه. صح، تدي بهجه. في حاجه تاني جوه؟ الفوانيس طبعا دي بضه كلها نزل عليها عرض، اتشال من سعرها 5 جنيه. يعني تمام. المقاس ده كان ب 30 بقى ب 25. تمام، والمقاس ده كان ب 35 بقى ب 30 بس. تمام، في الموديل ده برضك لسه جاي جديد. ده سداسي مش مربع. ده برضو بكام؟ ده كان ب 40 بقى ب 35. تمام، في حاجه تاني جوه؟ بصوا تعالى فرقوا بقى، في علبة المناديل دي بقت اهي ب 35 بدل 40. لا، بدل 25 نزلت 20. وطبعا شغلنا احنا اللي هو المميز اللي هو الشغل المظبوط. تمام، غير اللي في السوق طبعا. في الصينيه بتاعه السحور، اطلعي بنتي هاتي لي الصينيه بتاعه السحور من فوق لو سمحتي يا انسه. كل دي نزلت اسعارها، كل نزل اسعار، كله فيه تخفيضات، كل الحاجات عليها تخفيضات. يعني الفرع ده اللي هو المعمول وشين فرنشا كان ب 35 بقى ب 30. وفي الفرع ده كان ب 25 بقى ب 20. تمام، وفي الفرع ده الجليتر بقى ب 15 بدل 20. تمام، انت ب 20. ايوه، بدل 25. بصوا يا جماعه، دي صينيه العشاء اهي، دي صينيه حتى فيها الخياميه، دي نزلت من 40 بقت ب 35. أيوة. دي برده من الحاجات اللي بتميز بيها هنا المحل. في طبعا حاجات واشكال يعني كتيره جدا، خدنا جوله، والمفارش اهي اللي شفناها برده قبل كده برده كلها اتعمل عليها تخفيضات. كلها اتعمل عليها تخفيضات. طبعا احنا اللي بره العيال العرض الخاص ده متر ونص في متر ونص، متر ونص في متر ونص اللي بره، عشان ترابيزه بيبقى 6 كراسي. تمام، او ترابيزه مدوره ينفع برضك. تمام، وفي طبعا عندي متر ونص في 2 متر في اكبر كمان، وفي متر ونص في 2 ونص. تمام، ودي الخامه اللي بره دي المصنع الاصلي طبعا ونضيفه، بس في قطن 100% في قطن عندي. في قطن 100% لو عايزين قطن، في ناس بتعشق كل حاجه قطن 100% عندنا. ده كان سعره 60 نزل ل 55. تمام، وبرضك في متر ونص في متر ونص، وفي منه متر ونص في مترين. وفي منه القطيفه كمان. مش القطيفه ده حاجه كده لوحدها يعني، مش يعني في ناس بتستعمله في رمضان وفي غير رمضان يعني. تمام، واشفونا واحنا هنا احفاد الشبراوي سنه 1950. يا رب الفيديو يا رب يكون عجبكم وفرحتوا كده شويه ان شاء الله. اتمنى منكم الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.